بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده من برنامج الاشبال. اكيد كلنا كاهلاويه عشنا يوم حزين بخساره النادي الاهلي للقب الافريقي، لكن ان شاء الله كلنا ثقه ان النادي الاهلي يعود رقم واحد. كلنا ثقه في جماهير النادي الاهلي انها تساند الفريق علشان يرجع اقوى من الاول. انا واحد بتشرف ان انا الحمد لله لعبت وسط جيل قدرنا نحقق انجازات للنادي الاهلي، لكن في نفس الوقت اكيد خسرنا مباريات وخسرنا بطولات. لكن لما كنا بنخسر بطولة وإحنا خارجين كانت الجماهير بتنادي علينا واحد واحد، كانت بتشجعنا علشان حاسة إن كل واحد بيبذل أقصى جهد عنده، كل واحد فينا بيلعب للثانية الأخيرة. وأنا مع مستر مانويل جوزيه وهو كان المدير الفني للنادي الأهلي وأنا كنت من ضمن الكباتن الفريق، كان محفظني شعار كنت دايما بقوله قبل المباريات في أوضة اللبس وإحنا كلنا واقفين مع الجهاز الفني مع اللعيبة بعد ما بنقرأ الفاتحة، كنت بقول من المؤسف أن تحزن على الخسارة بعد المباراة ولكن عار عليك ألا تقاتل. تاني، من المؤسف أن تحزن على الخسارة بعد المباراة ولكن عار عليك ألا تقاتل. إن شاء الله كلنا ثقة إن النادي الأهلي يعود رقم واحد، كلنا ثقة إن النادي الأهلي يبقى أقوى من الأول، لأن ببساطة الأهلي يقدر. زي ما اتكلمنا عن نجوم كتير داخل النادي الاهلي ساهمت في اكتشاف مواهب زي الكابتن مصطفى حسين، زي الكابتن هاني مصطفى، زي الكابتن ميم الشربيني وغيرهم كتير من النجوم، النهارده نجمنا اسم كبير داخل النادي الاهلي سواء هو لاعب او ساهم في اكتشاف مواهب. تاريخه هو لاعب، لعب 10 سنين داخل النادي الاهلي، حقق منهم 6 دوري، 4 كاس، 3 افريقيا وافرو اسيويه وبطوله عربيه، اسم كبير وهو لاعب. واكيد اسم كبير وهو مدرب وساهم في اكتشاف المواهب، اشتغل داخل النادي الاهلي المدير الفني لمدرسه الكره، اشتغل كمساعد مع كورفر الهولندي وساهم في انجازات كبيره في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. من ضمن الاسماء اللي اكتشفها داخل النادي الاهلي اسماء كتير مش قدمها للنادي الاهلي بس، قدمها للكره المصريه، احمد ياسر ريان، في عمرو الحلواني، في احمد سمير فرج، في مصطفى طلعت، احمد حسن مكي، اسلام محارب، اسلام سري، مصطفى شبيطه، مؤمن زكريا، هشام محمد، شهاب الدين احمد، ايمن اشرف، تاحه، حسين السيد، لؤي وائل، العش، وربيعة، كهربا، تريزيجيه، كريم حافظ، وأحمد حسن كوكا، ورمضان صبحي، وكريم ندفد، ومانجا، وأحمد شكري، وعفروتو، وسيد شبراوي، واحمد حمودي، توبه، محمد ناصف، وغيرهم كتير من النجوم ما قدمش للنادي الاهلي بس، قدم للكره المصريه، اكيد هو كابتن بدر رجب. نشوف تقرير عن الكابتن بدر رجب ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. يبقى بدر رجب واحدا من أفضل صناع اللعب في تاريخ كرة القدم، وأيضا من أفضل من يكتشف المواهب. استطاع تحقيق إنجازات كبيرة مع النادي الأهلي كلاعب، وبعد توليه منصب المشرف العام على مدرسة الكرة بالنادي الأهلي نجح في إخراج العديد من النجوم، بلغ عددهم 48 لاعبا يشاركون الآن في كل أندية الدوري الممتاز، ومنهم من احترف خارج مصر مثل تريزيجيه ورمضان صبحي. بدر رجب نجم منتخب مصر والأهلي الأسبق، بدايته كانت في منطقة شبرا البلد حيث الكرة الشراب، وبعدها انتقل للاختبار في الأهلي، لم يتم اختياره لجسمه النحيل وقتها، بعدها ذهب لاختبارات الترسانة فاختاروه ولم يختاروا أصدقائه فقرر عدم الذهاب، وأخيرا ذهب ليسكو في الاختبارات وتم قبوله، لكن المدرب قرر أن يلعب حارس مرمى، هو الأمر الذي شعر معه بالإهانة،
لكنه وافق على طلبه، وعندما جاءته الكرة قام بترئيس جميع اللاعبين، أحرز هدفا وقام بالانصراف من النادي ولم يحضر مرة أخرى. أول محطات بدر رجب الرسمية في الناشئين كانت في نادي المؤسسة العمالية، وأول مباراة ودية كانت أمام الأهلي وهو في سن 13 سنة، شاهده الكابتن أنور سلامة والمرحوم مصطفى حسين، اختاروه للانتقال للأهلي، وبالفعل لعب للأهلي ولعب لقطاع الناشئين وتدرج في صفوف القطاع حتى لعب بالفريق الأول في المباراة الشهيرة أمام الزمالك بكأس مصر موسم 83، وحصد الكأس وقتها بعد الفوز على الزمالك. استمر مع الفريق الأول لمدة 10 سنوات، قرر الاعتزال محققا 6 بطولات للدوري و4 بطولات لكأس مصر و3 بطولات إفريقية وبطولة أفرو أسيوية وبطولة عربية. التحق بدر رجب بقطاع الناشئين بالنادي الأهلي في فترة تولي العبقري الهولندي كروفر الذي أحضره الكابتن صالح سليم لتطوير القطاع، فاختاره الهولندي بدر رجب ليكون مسؤولا عن انتقاء الناشئين لمدرسة الكرة، خاصة أنه كان مديرا فنيا لمدرسة الكرة. وبالفعل نجح في انتقاء مجموعة مميزة بأجيال متعددة وصلت لما يقرب من 50 لاعبا بأندية الدوري المختلفة، كان آخرهم أحمد ياسر ريان المتواجد الآن بصفوف الفريق الأول. خلال 10 سنوات بالآهلي استطاع إخراج العديد من الأسماء مثل عمرو الحلواني، أحمد سمير فرج، مصطفى طلعت، أحمد حسن مكي، إسلام محارب، إسلام سري، شبيطة، مؤمن زكريا، هشام محمد، شهاب الدين أحمد، أيمن أشرف، تاحة، حسين السيد، لؤي وائل، العش، ربيعة، كهربة، تريزيجي، وغيرهم من الكثير من اللاعبين من مدرسة الكرة وهم نجوم الآن في الدوري الممتاز. داخل نادي الاهلي الكابتن بدر رجب، انا بسميه شخصيا ابو الاشبال في العصر الحديث بالنسبه لاكتشاف المواهب اللي قدمها للكره المصريه كلها. نروح لفاصل دلوقتي ونرجع لحضراتكم بعد الفاصل. ونستعرض مع حضراتكم نتائج الاسبوع دلوقتي على الشاشه، نتائج بطولات البراعم ومدرسه الكوره. مواليد عندنا مواليد 2008، الأهلي ومركز شباب الأميرية فوز الأهلي 3-0. مواليد 2007 الأهلي والجيش فوز الأهلي 1-0. مواليد 2006 الأهلي وريال فوز الأهلي 1-0. الأهلي والشمس فوز الأهلي 2-1. هنشوف نتائج بطولات الناشئين. البراعة مدرسة الكورة دي 2007 و2008 و2006 و2005، لكن هنشوف نتائج بطولات الناشئين. مواليد 2003 الأهلي والنجوم فوز الأهلي 6-0. مواليد 2001 الأهلي والمقصة وتعادل 0-0، وده أول تعادل ل 2001 من أول البطولة. مواليد 2000 الأهلي والمقاولين فوز الأهلي 2-0. مواليد 99 الأهلي ومصر المقصة فوز الأهلي 4-0. مواليد 97 الأهلي وبتروجيت وفوز الأهلي 2-1 في مباراة قوية جمعت ما بين الأهلي وبتروجيت في ملعب السويس. هنشوف برضو مع حضراتكم دلوقتي جداول الترتيب. ما شاء الله كل فرق القطاع متصدرة الترتيب الأول في جدول المسابقة. عندنا أول جدول مواليد 97، الأهلي في المركز الأول برصيد 25 نقطة، مركز الثاني مصر المقصة، مركز الثالث طلائع الجيش، مركز الرابع بتروجيت، المركز الخامس حرس الحدود، المركز السادس إنبي، مركز السابع الاتحاد السكندري، الثامن بيراميدز، التاسع الإسماعيلي، العاشر الزمالك، العاشر الزمالك، المركز الحداشر نجوم اف سي، 12 سموحة. هنشوف دلوقتي جدول ترتيب مواليد 99، برضو الأهلي زي ما قلت لحضراتكم متصدر. الأهلي في المركز الأول برصيد 25 نقطة، في المركز الثاني إنبي 22 نقطة، المركز الثالث الإسماعيلي، المركز الرابع المؤمنين العرب، الخامس الزمالك، السادس بيراميدز،
السابع الانتاج الحربي، الثامن طلائع الجيش، والتاسع بتروجيت. هنشوف برضو مع حضراتكم ترتيب مواليد 2000. 2000 الاهلي في المركز الاول برصيد 25 نقطة. المركز الثاني الجيش برصيد 22 نقطة. المركز الثالث مصر التأمين، الرابع وادي دجلة، خامس الاتصالات، سادس الشباب زينهم، السابع المصري القاهري، الثامن النصر، المركز التاسع السكة الحديد، العاشر سرايا القبة، ال11 شباب عين الصيرة، 12 الغابة، 13 المعادي واليخت، و14 في الترتيب الأخير المقاولين العرب. هنشوف مع حضراتكم 2001 بقيادة المدير الفني كابتن أحمد سراج. ما شاء الله فريق 2001 كسب كل ماتشاته، مفيش غير التعادل الأخير بس مع مصر مقصة. يتصدر في المركز الأول النادي الأهلي برصيد 31 نقطة. المركز النادي الأهلي في 2001 لعب 11 مباراة، فاز في 10، تعادل في مباراة وحيدة من مصر مقصة، مفيش ولا هزيمة، ليه 38 هدف، عليه 6 أهداف، عنده 31 نقطة. المركز الثاني طلائع الجيش برصيد 26 نقطة. المركز الثالث إنبي. المركز الرابع بتروجيت. الخامس مصر مقصة. السادس حرس الحدود. السابع المقاولين العرب. الثامن الزمالك. التاسع نجوم اف سي. العاشر الاتحاد. 11 الاسماعيلي. 12 المصري. 13 انتاج الحربي. وادي دجله. المركز 14. 15 سموحه. بيراميدز والداخليه والجونه. ده 2001. هنروح لجدول ترتيب مواليد 2002. النادي الاهلي لعب 6 مباريات. فوز في 6 مباريات. مفيش تعادل. مفيش هزيمة، ليه 59 هدف وعليه هدف واحد برصيد الأول برصيد 18 نقطة. المركز الثاني مصر التأمين برصيد 15 نقطة. المركز الثالث شباب المسلمين 10 نقاط. الرابع قتة برصيد 8 نقاط. خامس شباب الساحل 7 نقاط. السادس عرب غنيم 3 نقاط. والمركز الأخير توشكا. جدول ترتيب مواليد 2005 يقودهم كابتن أحمد سمير. النادي الأهلي في المركز الأول لعب 4 مباريات، فوز في 4 مباريات، مفيش تعادل، مفيش هزيمة، ليه 18 هدف وعليه 4 أهداف برصيد 12 نقطة. المركز الثاني الداخلية برصيد 12 نقطة. الثالث الجيش. الرابع الشمس. الخامس الاتصالات. السادس الشباب المسلمين. السابع الضرب الأحمر. الثامن السكة الحديد. التاسع مركز شباب زينهم. ما شاء الله عندنا كل الفرق، كل الفرق ما شاء الله متصدرة جدول ترتيب المسابقة، كل الفرق ما شاء الله محققة يعني مباريات قوية خلال الأسبوعين اللي فاتوا. هنشوف دلوقتي مع حضراتكم كل أهداف الأسبوعين اللي فاتوا بالصوت والصور. أشرف وحمادة الفيل عدت. أشرف هيصوب، يصوب يا ولد يا ولد. جول 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 جوه جول محمد أشرف. مطوع اضغط اشوق، اضغط اشوق، حط جسمك، روح روح اشوق اشوق. جول 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 جوه جول الهدف الثاني. اوعى اشوق. والنجم الانجولي جلبرتو كان واحد من اخر من افضل اللاعبين اللي يلعب بنواد حركه. وادي اشوق. اوعى اشوق. العو الشوى هو العو العو والشوى وجوه جول هدف ثالث للنادي الاهلي. يعني عامل لحضراتكم احصائيه اهو لحضراتكم. ادي اتلعبت، ادي عدت. جول 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 يا ولد يا مغربي. جوه جول القلب الاسد. عدى عبد الغني. يا ولد يا ولد يا عبد الغني. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد. جول لعبة طويلة اتجاه علي عبد علي علي بيكون حارس. يا ولد يا ولد يا ولد. الله على الهدف. هدف اول بلمسه بديعه من الولد علي عمرو. عملها تشيب باس. يا ولد جميله. يمرر مع غريب. غريب هيسلم. عدى غريب يلعبها اتجاه علي عمرو. وادي الهدف الثاني للنادي الاهلي. جوه جول هدف الثاني للنادي الاهلي عن طريق اللاعب علي عمرو. يا ولد يا ولد يا علي. علي عمرو على غريب. علي لم علي يلعبها لغريب. غريب غريب. جول 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 جوه جول هدف الثالث للنادي الاهلي عن طريق اللاعب احمد السيد. غريب قبل خالد. عربي عربي حتى عربي عربي يلعب
محمد هشام عايز يصوب ويسدد، يبقى محمد هشام جول 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 جول. اللاعب علي عمرو يضع الهدف الرابع والهاتريك في هذا اللقاء. طب فوزي يلمس لزياد، زياد زياد عده عده، يلا زياد زياد الكروان زياد العرضيه فين؟ جول 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 اول للنادي الاهلي عن طريق الزبقي صالح مصر. زياد يلعب زياد مع عمار، عمار لم عده عده عمار عمار حمدي عمار حمدي يضع الهدف الثاني للنادي الاهلي. شكرا. يلعب عن صالح، يلمس صالح وهي جايه وهي جايه، جول 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 جوه جول زياد الطارق الثلاثيه. قلت لحضراتكم وبقول لزياد وهي جايه. محمد كامل يلعبها كامل على القائم الاول، عدت مرت وادي جول جول جول. لعبت على القائم البعيد وادي ضربه الراس مش ممكن يا شباب. صالح عدى صالح صالح يا ولد يا ولد، عايز يلعبها في العمق لزياد زياد جوه جول. الحاوي الحاوي دايما ناوي، وزياد طارق الهدف الرابع، لكن يا ولد يا ولد على الباص والاسيست من اللاعب صالح نصر. هوبا 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 هوبا، حلوه 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 حلوه، اتاخدت الكوره وعرضيه ويقابلها على طول الهداف القناص زياد. قعدت زياد يفوت حاططها حلوه قوي بشماله، جول جول جول، عملها حلوه اسيست جميل جميل جميل، والهدف الثاني للعربي جمال. فخري محمد فخري ريان محطة هجومية، السلام فخري فخري فخري، جول 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 جوه جول. هدف أول للنادي الأهلي. يلعب عادل يلعبها طلعت عدت مرت يمسك شوبير، هدف التعادل. عدت لكريم كريم كريم يسندها بدري، عدت الجبالي الجبالي الجبالي، جول 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 الجبالي. سندت على ميدو لميدو لرافت خليل، هيلعبها على القائم البعيد يلعبها ويعلقها ضربة الرأس. عدت من اللي كمل مين كمل من قطع ضربة الرأس، جول 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 جول. الكرة الأخيرة خدت وقت، لعبت في اتجاه عمرو توفيق يا ولد على الاستلامة، عمرو 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 عد 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 عد، جول 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 جول. عمرو توفيق مرة تانية، عمرو واقف على كورة عمرو، مين قرب له؟ قرب له جودة عبد الجواد، يلعب يا ولد شايلها جميلة ميجرافي، جول 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 جول. مرة تانية ربيع يصوب ويسدد، اصطدمت تصل عند عبد الرحمن، عبد الرحمن الله. كريم عثمان كريم يلعب ويعلق، ميدو يا ولد يا ولد صوب صوب، جول 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 جول. اسرع شوية يا ميدو، العبها تمرير في اتجاه عمرو توفيق، عمرو طالع حارس المرمى، طالع الحارس طالع عدل عدل، يلا يا راجل الهاتريك هاتريك، جول جول جول. بنشكر معلقنا المتميز فاروق صلاح، اكيد كل الاهداف حلوه لكن اختصينا لحضراتكم باحسن ثلاث اهداف هنتكلم عليهم دلوقتي، هنستعرضهم قدام حضراتكم. الهدف الاول كان لمحمد فخري في مباراه الاهلي وبيراميدز، بدا الهجمه محمد فخري، فوت احمد ياسر ريان اللي عمل الباصه السحريه دي يوسف علاء، وراح بيها محمد فخري وركنها في زاويه صعبه على حارس المرمى. الهدف الثاني كان لعبد الرحمن ممدوح مواليد 2004، هو بيلعب مع 2003، الكرة وهي بالطب مهارة التسديد صعبة صعبة لأي حارس، وفيها عنصر المفاجأة صعبة لأي حارس اللي ممكن يقدر يجيب الكرة دي. هدف مميز طبعا من عبد الرحمن ممدوح، هو بيلف واخد قرار التسديد. الهدف الثالث معانا كان ليوسف الشوة، يوسف الشوة في مباراة الأهلي والاتحاد مواليد 2001، مهارة التسديد على شمال حارس المرمى، لكن الصعوبة هنا وكرة بالطب على الارض برضه سيطر عليها
وزقها لنفسه وفتح لنفسه زاويه التمرير. دول كانوا ثلاث احسن اهداف عندنا خلال الاسبوع اللي فاتوا. اكيد كل اللعيبه تالقت داخل القطاع، لكن داخل القطاع افضل اللعيبه اللي تالقت خلال المباريات هنستعرضها مع حضراتكم دلوقتي. افضل التشكيله من اللعيبه خلال الاسبوع اللي فات، هنبتدي من حراسه المرمى. عندنا رمضان ابو حطب حارس مواليد 99، واحد من الحراس المميزين، تالق في مباراته الاخيره امام المقصه وحافظ على نظافه شباكه. عندنا باك رايت ابراهيم السيد مواليد 99، من العناصر الاساسيه للفريق وشارك في كل المباريات. عندنا محمد اشرف الباك ليفت مواليد 2001، وده من واحد من افضل اللاعبين في المركز ده، تذكروا اسم محمد اشرف. عندنا اثنين مساكين، علاء نبيل مواليد 2000، ادى اداء رائع امام المولين العرب المباراه اللي انتهت بفوز الاهلي 2-0. عندنا المساك الثاني عبد الرحمن مانو، قلب دفاع مواليد 99، برضه من افضل المدافعين وكان نجم في مباراه الاهلي والمقصه الاخيره. خط الوسط عندنا كريم عثمان، خط وسط مواليد 2003، كان احد نجوم فريق الاهلي في مباراه النجوم اللي انتهت بفوز الاهلي 6-0، وتالق يعني بشده في هذا اللقاء. وليد عطيه خط وسط مواليد 2000، احد افضل اللاعبين في هذا المركز ويشارك دايما بصفه اساسيه مع مواليد 2000. عندنا زياد طارق جناح هجومي بيلعب تحت المهاجم ناحيه اليمين مواليد 2000، بيواصل تالقه بشده هذا الموسم ويشارك بصفه اساسيه مع فريق مواليد 2000، ومواليد كمان بيصعد مع مواليد 99. صالح نصر، صالح نصر ما شاء الله ممكن الاسبوع الثاني او الثالث عندنا في افضل تشكيله. صالح نصر جناح هجومي بيلعب برضه تحت المهاجم ناحيه الشمال مواليد 99، احرز هدفين في لقاء امام مصر مقصه، وهو هداف البطوله برصيد 12 هدف. هشام شعبان مهاجم مواليد 97، وهشام شعبان من المهاجمين المميزين داخل القطاع، احرز هدف الانتصار لفريقه على بتروجيت في الدقيقه الاخيره، واحرز في الموسم دوت ثلاث اهداف مع فريق الشباب. عندنا عمرو توفيق مهاجم مواليد 2000، تالق بشده في لقاء الاخير امام النجوم واحرز ثلاث اهداف وصنع هدف. عمرو توفيق مواليد 2003، ما شاء الله عندنا لعيبه تالقت خلال الاسبوع اللي فاتوا، وان شاء الله كل اسبوع عندنا دايما هيكون افضل تشكيله داخل القطاع. عندنا بقى احسن لقطه او اللقطه يعني اللي كانت حلوه خلال الاسبوع اللي فاتت، هو مستر مانويل جوزيه، وهو متواجد في النادي الاهلي في مدينه نصر في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. اكيد اسم مستر مانويل جوزيه اسم كبير داخل النادي الاهلي بانجازاته وبطولاته، يعني واحد من اللي غيروا الخريطه الكرويه في مصر لما كان مدرب. اتطلع اجيال كتير، النهارده بنشوف ما شاء الله يعني معظم اللعيبه اللي اشتغلت مع مستر مانويل واحنا كنا بنحقق بطولات معاه دلوقتي موجودين على الساحه، سواء مدربين او سواء في مجال الاداره. اكيد هو اضاف كتير للنادي الاهلي وهو محبوب الجماهير الاهلاويه، حتى بيفضل يعني دايما بيقول مصر بلدي الاول مع البرتغال، فاحنا يعني بنحيي مستر مانويل جوزيه، وهو دلوقتي طبعا موجود مع وادي دجله المشرف العام على اكاديميه وادي دجله، فكان هناك متواجد علشان كان في مهرجان البراعم ومدرسه الكوره، فاحنا بنحيي مستر مانويل جوزيه ان شاء يعني من برنامج الاشبال، وان شاء الله يعني يكون متواجد معانا ويخصنا في حلقه فيما بعد ان شاء الله لبرنامج الاشبال. هو مع كابتن فتحي مبروك طبعا مدير قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. مستر مانويل جوزيه اشتغل سنوات كتيره داخل النادي الاهلي، زي ما اقول لحضراتكم يعني لو قلنا في انجازات للكره المصريه فالراجل ده بيساهم فيها، بيساهم في اللعيبه اللي قدمها لمنتخب مصر في 2006 وفي 2008 وفي 2010، ساهم في اللعيبه اللي خرجت سواء احترفت، ساهم في انجازات كبيره للنادي الاهلي في بطولات افريقيا وبطولات الدوري، فاكيد الراجل ده يعني ليه اسم كبير داخل الكره المصريه. هنروح لحضراتكم دلوقتي في فقره الاخبار.
اول خبر معانا بنطمن بقى جمهور النادي الاهلي كله على ابننا شادي رضوان بعد ما تعرض لاصابه قويه في كسر في الترقوه. شادي رضوان بدا يعني يستأنف عمليه التاهيل مره اخرى، فك دلوقتي يعني حمله الكتف اللي كان بيجري بيها خلال الفتره اللي فاتت، وبنقول لشادي رضوان يعني الحمد لله على السلامه، ان شاء الله ممكن في خلال اسبوعين او ثلاثه بالكثير يبدا يشارك مع مواليد 2001 المباريات الرسميه ان شاء الله. عندنا تعديل مواعيد بطولات الجمهوريه للناشئين. الاتحاد المصري لكره القدم قرر انه يعدل مواعيد بطولات الجمهوريه مواليد 97 و99 و2001. كانت المباريات الساعه 3، هم اخروها شويه، بدروها شويه، بقت المباريات الساعه 2:30، وده التوقيت الشتوي عشان احنا داخلين على الشتاء، فبدات يعني بدروها شويه نص ساعه، فالمباريات ان شاء الله هتكون 2:30. هتفضل مباريات بطوله الجمهوريه مواليد 2003 زي ما هي في ميعادها الساعه 12:30. هنشوف دلوقتي اخبار القطاع في المواقع والصحف. معانا دلوقتي من موقع الرسمي للنادي الاهلي عرابي: نسير في طريق متوازي للفوز بالبطولات وتصعيد اللاعبين للفريق الاول، وده هدف القطاع زي ما بيكسب بطولات زي ما هو برده عايز يعد لعيب للفريق الاول. تاني اخبارنا: احمد سراج المدير الفني لمواليد 2001 لن نتاثر بالتعادل السلبي مع المقصه، وده كان التعادل الوحيد لفريق 2001، ما شاء الله كل مبارياته انتصارات من بدايه الدوري. من موقع الفجر: فضيحه خناقه شوارع بين الزمالك والمقاولين في بطوله الجمهوريه مواليد 2003. وبنشكر طبعا المهندس محمد عادل المشرف العام على كره في فريق المقاولين، فتح تحقيق على طول عاجل بسرعه عشان يشوف الموضوع ده. عندنا اخبارنا من موقع فيتو اللي احنا بنحييه، موقع فيتو على اهتمامه بقطاع الناشئين ودايما مهتم بعرض اخبار قطاع الناشئين في كل مصر. الاهلي 99 يكتسح المقصه برباعيه في دوري الجمهوريه. ناشئو الاهلي يتربعون على قمه دوري الجمهوريه، ما شاء الله زي ما عرضنا لحضراتكم دلوقتي كل فرق النادي الاهلي متصدره جدول المسابقه، وزي ما عرضنا لحضراتكم ترتيب جدول المسابقه. من موقع فيتو برضو: الانديه تعترض على موعد بطولات القطاعات للناشئين. دي بس فيها مشكله، اكيد ان شاء الله هنتواصل الفتره الجايه مع كابتن محمد حشيش او مسؤول منطقه القاهره ان في مشكله هنا. النهارده احنا في شهر 11، بطولات المنطقه انتهت، فلسه في احتمال تاجيل ان القطاعات تبتدي في شهر 1 أو 2، فاكيد هيبقى في فتره طويله. طيب اللعيبه في خلال الشهرين او الثلاث شهور دول هيعملوا ايه؟ فدي فتره توقف كبيره، اكيد في فتره توقف في اجازه نص السنه، لكن الفتره دي ثلاث شهور كبيره، فاكيد هيبقى معانا مسؤول منطقه اتحاد الكره يعني نشوف ردهم على هذا الكلام ايه. هنروح دلوقتي مع حضراتكم نشوف تقرير عن مباراه الاهلي ونجوم المستقبل مواليد 2003 اللي انتهت بفوز الاهلي 6-0. مبروك للولاد وللنادي في الظروف اللي فيها النادي ديت. الحمد لله 3 بونت كويسين، مبلغ يعني المكسب كويس، مكسب كبير، مكسب عالي. اهارد دلوقتي فرقه نجوم، كابتن عمر الصمد طبعا معذور، مدير قطاع في الجهاز معاه يمشي، يبقى هو اللي موجود واقف لوحده، فرقه ما يعرفش عنها حاجه. اهارد لك فرقه النجوم، فرقتنا كويسين الحمد لله، احنا في شغل حاجات شغالين عليها كويس زي ما قلت لك من اول موسم. احنا بنشتغل على اشخاص اللاعبين، على شخصيات اللاعبين، على شخصيه لاعبي النادي الاهلي، ده اللي احنا شغالين عليه. مع الوقت الامور بقت احسن، ومع الوقت اللي جاي الموضوع هيبقى احسن بكتير، وهتلاقوا الفرقه والقطاع هتلاقوه في حته ثانيه خالص قدام. شغالين كويس، الولاد شغالين كويس، بينفذوا كويس، النهارده نفذوا كويس، اشتغلنا كويس، حافظين كويس على حاجات معينه، محفظينهم ادوا بشكل كويس، نفذوا المطلوب منهم. على في بعض الفترات كان فيها استهتار كده شويه وفيها رعونه، بس طبيعي، طبيعه لعيب مصري، مش هقول لك ناشئ مصري، طبيعه لعيب مصري، بس افضل ومكسب كويس. ومبروك ليهم وللنادي، احنا جايين على فرقه جهاز جديد، مش عارفين الفرقه بشكل كويس، جاي على قائمه موجوده هي دي اللي قدامك المتاحه انك تشتغل بيها. في بعض الحاجات كانت لازم تتغير زي ما انت بتقول، اشتغلنا ان احنا نعدل ونحسن، ولسه في كمان جاي افضل بكتير. استنوا، لا لسه في حاجات احسن من كده، وفي لعيبه احسن من كده، في لعيبه كمان لسه ما خدتش فرصه، لسه جايه في الطريق. زي ما قلت لك شغالين عليهم ان احنا نطور في ادائهم، نطور في شخصيتهم رقم واحد، نطور في الاداء في الناحيه الهجوميه، نطور في الروح،
اللي هي رقم 1 و2 و3 و10 اللي مش موجوده في اي حته غير في النادي الاهلي. كل ده شغالين عليه. في احسن من كده كمان جاي قدام شويه، واحنا عندنا صبر وعندنا ايمان بقدراتهم. وكابتن عادل كمان، انا عايز اقول لك كابتن عادل من افضل الناس المدير الفني اللي موجودين، ومن افضل الناس اللي بتشتغل معاه، وراجل مجتهد بيشتغل بيحب شغله جدا جدا جدا، عايز يعمل حاجه لنفسه طبعا وللولاد وللنادي، فاللي جاي افضل بكتير ان شاء الله من اللي فات. لازم ابقى فرحان جدا طبعا لما بطلب حاجه وتتنفذ، تنتهي بشكل كويس وبتنتهي بمكسب كويس، طبعا مبسوط جدا طبعا، وفي نفس الوقت مبسوط للولاد في فكر بداوا يحفظوا. السن دوت محتاج ان هو تدخل له حاجات في مخه تثبت عنده يشتغل عليها، هتخليه احسن وهتطورها. تمام مظبوط. من الناحيه الثانيه طبيعه نادي الاهلي، انا ما كنت في الناشئين، انا قلت لهم المسج جاي، احنا لما كسفيره قبل تيجي تلعبنا هنا في النادي احنا كنا بنقول هنكسب كام، كنا بنفكر في السكور. طبيعتنا هنا في النادي لما في فرق تيجي ممكن تكون مستوى مش قد كده، طبيعتنا احنا متربيين على كده من 20 سنه ومن 30 سنه من اللي قبلنا، انت الفرقه اللي بتيجي بتدوس تكسب واحد واثنين، تجيب الثالث تجيب الرابع تجيب الخامس، لازم ده كانت طبيعتنا. وطبعا الفرق ده طبعا شفناه اثر مع الفريق الاول في الشامبيونز ليج الافريقي، برده فرقت معانا فوق شويه بسبب النقطه دي. فده اللي احنا مش عايزينه، ده اللي احنا عايزينه نربيه جوه الاولاد. ما تخافش، جبت جون هات اثنين وثلاثه، جبت اربعه هات خمسه وسته، غطي اعمل احسن حاجه عندك بس. والحمد لله هم نفذوا، والمطلوب منهم الحمد لله هم احسن النهارده بكتير عن اللي فات. الحمد لله مكسب مهم، مكسب كنا محتاجينه في وقت كازمين ثلاث ماتشات قبل الماتش ده، يمكن كنا مدين الدوري شويه مخبطين نكسب ماتش اللي بعده ونقع، بس الحمد لله بقى اربع ماتشات اللعيبه والجهاز كلهم متفقين ان كل الماتشات الجايه كل ماتش كاس، ما ينفعش ماتش حتى نتعادل. احنا النادي الاهلي قبل الماتش كان فاضل 57 نقطه في الدوري، كابتن عادل والجهاز الفني قالوا لنا لازم كل نقطه ناخده، ما ينفعش نضيع من ايدينا حاجه. احنا خلاص الحمد لله بدانا ندخل تاني في المنافسه، والازبيه الجايه عندنا اربع اسابيع مع يمكن مع الفرق اللي بتنافس معانا، لو ان شاء الله نقدر نعديهم ان شاء الله في نهايه الدور الاول نكون صادرين بطوله. كابتن عادل قال لنا نشتغل شغلنا عادي وندي الفرقه حقها، ودايما موضوع الكره الثانيه ان الكره تسقط من عندنا في الجزء الدفاع عندنا او من جزء دفاع عند فرقه النجوم، ان احنا لو قدرنا نستحوذ عليها خلاص هنقتل الماتش، هتبقى اللعب كله في نص الملعب بتاعهم، وهنقدر نحط جوان في اول ربع ساعه كتير زي ما عملنا، حطينا الحمد لله جونين في اول ربع ساعه، الماتش تقريبا سهل كتير. وان شاء الله اللي جاي احسن. الله يبارك فيك، وان شاء الله نكمل على المستوى دوت، والحمد لله على 3 بوينت. الكابتن عادل بيحفزنا كلنا وبيدينا الثقه كلها، قال لنا ان احنا هنكمل على المستوى ده ان شاء الله ونفضل نكسب. احنا كنا مقدمين بشكل كويس من بدايه الموسم، يعني التوفيق ما كانش معانا، بس دلوقتي يعني الفرقه بدات تفوق وتتعدل، واحنا ان شاء الله يعني فاضل لنا 55 بونت، لازم ناخد الماتشات كلها فوز وما فيش ماتش تعادل ان شاء الله. يعني الجهاز الفني كله كان واقف معانا في الفتره اللي فاتت، احنا ما كناش يعني كان في توفيق شويه للفرق الثانيه، واحنا ان شاء الله يعني اللي جاي احسن ان شاء الله. الحمد لله على الفوز، الحمد لله 3 بونت، ماتش مهم، الماتش ده كنا مستنيينه، كان هيفرق معانا في الملعب والمركز، وكابتن عادل لازم لنا لازم تنزلوا، لازم تحفزوا بعضكم، واهم حاجه روح النادي الاهلي. اول ما بيدخل المحاضره اول حاجه لازم يتكلم عليها الروح، وبعد كده الاداء. الكابتن عادل قال لي انت هتلعب في المركز ده وانا موثق فيك اللي انت هتأدي كويس، ولو لعبت في اي مركز هتأدي كويس. الحمد لله بشكر اللعيبه وبشكر الجهاز الفني كله، والحمد لله المكسب الجاي ان شاء الله احسن. معانا النهارده نجم جديد على الطريق، هو مواليد 2005 من براعم الاهلي، وهو واحد من ان شاء الله من الوجوه المبشره ومن الخامات المبشره ان شاء الله اللي ممكن نشوفها مستقبلا مع الفريق الاول، هو اللاعب محمد رأفت. نشوف تقرير عن محمد رأفت ونرجع لحضرتك تاني. اسمي محمد رأفت، لاعب نادي الاهلي، مواليد 2005، مركزي في الملعب وسط ملعب مدافع، واللي بيدربني كابتن احمد سمير. بدايتي مع الكوره كان عندي 3 سنين، كنت بلعب في نادي انبي الاول، بعد كده ما حصلش نصيب في نادي انبي، رحت النادي الاهلي، وكابتن احمد سمير يعني اختارني هو والكابتن تامر حفني، والحمد لله بقيت العب اساسي في نادي الاهلي. كنت داخل اختبارات، بعد كده يعني لعبنا ماتش ودي، الكابتن احمد سمير شافني حلو، بعد كده قال للكابتن عماد مدي محمد رأفت عشان بعد كده يلعب معانا ماتشات.
يعني الكابتن حسام هو اللي اكتشفني وقال لي انت لعيب كويس. كانت طبعا فرحه كبيره، واي حد يتمنى يدخل النادي الاهلي، النادي الاهلي ده نادي عظيم، ويعني كان اي حد ليه الفرصه اللي هو ليه الشرف اللي هو يدخل النادي الاهلي، والحمد لله انا نعمه في النادي الاهلي. انا بقى لي 4 سنين في النادي الاهلي، وتعلمنا فيهم المبادئ والالتزام ونلعب لغايه اخر دقيقه، وهدفنا ان احنا نطلع مركز اول ما نطلعش مركز ثاني. الحمد لله احنا دلوقتي لحد دلوقتي احنا مركز اول. هو طبعا لحد دلوقتي انا بتمرن 4 سنين مع الكابتن احمد سمير، وكابتن تامر كان ماسكنا سنتين اللي هو الاداري، اللي هو الاداري كان بدل الكابتن جمال السايب، بعد كده كابتن جمال جه، يعني هو سنتين وتامر كابتن تامر سنتين، وبعد كده اتمرنت بقيت السنين ال4 سنين ده مع الكابتن احمد سمير. هو اللي طبعا فضل عليا، هو اللي جابني من النادي انبي ولعبني رقم واحد في النادي الاهلي اساسي، هو اللي فضل عليا. طبعا احنا علاقتنا والله كويسه، احنا لازم نتمنى الخير لبعض عشان الخير يجي لنا، ويعني واللي بيلعب التاني ما بيزعلش عشان ربنا يكرمه في الماتشات، واحنا ما يعني ما بنزعلش على اي حاجه، احنا كلنا اصحاب مع بعض ومحدش بيزعل. في السكه اول ما جيت كنا بنلعب خماسي، جبت فيه جونين، بعد كده لعبنا وادي دجله جبت جون، وبعد ولعبنا المقاولين برده جبت المقاولين هناك عندهم جبت جون، وعندنا جبت جون برده، ولعبنا امبي وكسبناها، ويعني كسبناها في الدور الاول، وتعادلنا في الدور الثاني، وكسبنا طلائع الجيش، وكسبنا الداخليه، يعني الحمد لله يعني ادينا المهرجان اللي فات بشكل كويس. في بطوله الامارات لعبنا الماتش الاول كسبنا 4-1، بس انا ما احرزتش. الماتش الثاني لعبنا الاكاديميه الكنديه، وانا احرزت كول والجون كان يعني حلو، وكسبنا 2-1. بعد كده الماتش بتاع وادي دجله ما حصلش نصيب، جبت جون بس خسرنا يعني في الاخر 2-1، بس احنا ادينا اداء مشرف. نفسي طبعا اطلع فريق اول، بس طموحاتي برده ان انا اسافر بره والعب، بس يعني ان شاء الله اطلع فريق الاول، بعد كده يعني افكر بقى في الاحتراف بعد، زي رمضان صبحي، زي تريزيجيه، زي عمرو ورده، زي محمد صلاح، يعني كل واحد لازم يكون ليه طموحات عشان يسافر، يعني يسافر بره، بس هو يعمل اللي عليه ويؤدي وربنا يكرمه في الاخر. لما بتفرج على ماتشات الفريق الاول طبعا لازم يعني نفسي اكون يعني اكون بلعب انا وادي اداء مشرف، بس لما بيكسبوا بنفرح طبعا، بس لما بيخسروا بنزعل شويه، بس الحمد لله ان هم يعني بيكسبوا على طول باذن الله. مثلا الاعلى في مصر كابتن حسام غالي، ومثلا الاعلى في العالم كابتن كريستيانو رونالدو. كابتن حسام غالي هو طبعا كابتن النادي الاهلي، هو القائد، بيحمس الناس على اللي هم يجيبوا جوان، وبيقول لهم ما تيأسوش، وانه في جون لا قدر الله جه فيهم يعني بيجيب الكره من الشبكه، ويقول لهم يلا ما تيأسوش وهنجيب جوان. والنادي الاهلي بيلعب لغايه اخر دقيقه. حياه لعيب الكوره حياه صعبه، وهي من المدرسه على النادي، بعد كده يعني لو في وقت بذاكر شويه، بعد كده اليوم الثاني المدرسه برده او النادي، والايام صعبه طبعا، يعني النادي والمدرسه دي صعبين، ما حدش يقدر يقارن بينهم، عشان دي مدرسه المفروض تنجح، ودي الكوره المفروض يعني برده الكوره هتنجحك برده في حياتك، بس يعني المفروض توفق ما بين الاثنين. طبعا لازم في وجبات في اليوم، وجبه فطار وعشاء، فطار وغدا وعشاء، وبنام لازم انام الساعه 8 عشان اصحى التمرين اللي بعده فايق، ويعني مصحصح كده عشان ادي التمرين حلو باذن الله. يومي في النادي الاهلي بيكون يوم طبعا سعيد، انا بفرح بيه طبعا عشان جيت النادي الاهلي وبتمرن فيه، طبعا دي نعمه كل الناس تتمنى ان هي تكون في النادي الاهلي. الحمد لله بشكر الله على النعمه دي اللي انا فيها. بيميز طبعا لعيب النادي الاهلي اللعب لغايه اخر دقيقه، والانتماء والالتزام، وطبعا روح الفانيلا الحمراء دي فوق اي شيء. والدي ووالدتي ليهم فضل كبير عليا، والدي تعب معايا شويه اللي هو كان بيوديني النادي وبيتعب معايا، وداني انبي برده وجري ورايا، بعد كده وداني الاهلي، والحمد لله دلوقتي في النادي الاهلي، هو تعب معايا وليه فضل كبير طبعا عليا هو والدتي. اوعدكم ان انا اكون لعيب كبير في النادي الاهلي، ونحافظ على اسم النادي الاهلي، واحقق اكبر امكانيات من البطولات، وباذن الله نحافظ على اسم النادي الاهلي ده، ما نخلوش يعني ينزل ارض خالص. فاصل، وبعد الفاصل استقبل ضيفي كابتن جمال السيد المدير الفني لبراعم الاهلي.
ازيك كابتن جمال، اخبارك ايه؟ اهلا بيك كابتن اسامه. اهلا وسهلا ومنورنا. ربنا يخليك كابتن اسامه، اهلا بيك طبعا واهلا بالساده المشاهدين. وانا سعيد ان انا معاك النهارده اول مره. برنامج جميل بصراحه، بيلقي الضوء على جميع لاعبتنا في قطاع الناشئين. وبعدين انا شايف ان هو يعني حاجه مهمه قوي، اهميتها بتكمن ان اللاعب لما بيشوف نفسه ان هو في اعلام وفي صحافه وقناه النادي واخده بالها منه، الحاجات دي بتبقى عامل معنوي كبير جدا لينا، وبيساعدنا في شغلنا احنا شخصيا. الولاد كلهم بيتابعوه، اولياء الامور مبسوطين جدا لما ابنهم بيجي ويشوفوه. دي بتبقى مؤشرات بالنسبه لهم او دلائل ان ابنهم ماشي على الطريق الصحيح، وخاصه في النادي الاهلي. احنا دايما هنكون هنا في قناه الاهلي وفي برنامج الاشبال خاصه دايما في ظهركم ومساندين دايما لقطاع الناشئين بالنادي الاهلي. انا مؤمن علشان يبقى عندنا دايما فرق قويه داخل القطاع لازم يبقى عندنا الاساس قوي، والاساس هو مدرسه الكوره والبراعم. تمام معايا في لا ده كلام محترم جدا جدا جدا، وده اللي احنا بالنادي بيه دلوقتي. او ان احنا يعني الحمد لله في اهتمام من النادي الاهلي طبعا بقطاع البراعم خاصه او قطاع مدرسه الكوره. ان هو عايز اتعرف بس الناس يعني قطاع البراعم ده متمثل في مواليد كام بالظبط؟ قطاع البراعم عندنا بيبدا من 13 سنه اللي هو سن 2005، مش بيبدا من فوق يعني، انا بتكلم من فوق، بيوصل لحد السن 2009 اللي هو 9 سنين. ده اللي هم ليهم مسابقات، كلهم مسابقات بتندرج تحت موضوع ان ده قطاع براعم مهرجانات، لان ما فيهوش نتائج. دي برضو من الحاجات بصراحه اللي بحي عليها منطقه القرى عملتها، قللت الضغوطات علينا شويه وعلى اللاعبين، دي حاجه كويسه قوي. ولكن اجي الهدف قطاع باستثناء طبعا فرقه 2005 بتلعب 11، دي طبعا فيها نتائج وكل حاجه ومعموله مجموعتين والحمد لله ماشيين فيها بشكل جيد. ودي اللي هي مسؤوليتي انا عن الجزئيه بتاعت 2005 و2006. كابتن تامر حفني طبعا مسؤول عن بقيه المدرسه 2007 و8 و9 في سن تحضيري 2010. فعايز يعني اعرف الناس، شايف الصوره دي يا كابتن؟ اه يعني الصوره دي يا ده تاريخ يا كابتن. كابتن بدر رجب تاريخ. ده جيل 96 يا كابتن اسامه تحديدا. لا ده كده قلب على جيل 94. ده في ابرز الاسماء بقى اللي انت يعني عايزين نرجع بقى وتفكرنا بالظبط. ده مجموعه لاعبين طبعا. وده الجهاز برضو من الحاجات الكويسه قوي. الجهاز بص ثلاثة كابتن اسامه. كان في 2006 كابتن بدر رجب مدير فني، وانا كنت مدرب عام، والكابتن ايمن بسيوني مدرب حراس مرمى. دلوقتي الحمد لله النادي عامل حاجه ممتازه برضو لازم اشيد بيها. ان ادانا 2 مدربين لكل فرقه عشان التركيز الاكتر، والقاعده لما توسع من تحت تبقى الدنيا كويسه. تمام. وده محمد اشرف توفيق رؤى، ده لاعب الزمالك. ممكن الناس تتفاجئ ان هو ده ابننا يعني، مواليد 93 من ناشئين النادي الاهلي ومتاسس في النادي الاهلي. ده جيل 93. ده كان في احد المباريات. في لعيبه كتير جدا ممكن لو سبت عليها طبعا يعني شويه ممكن نقولهم. في رامي ربيعه. لا ده جيل 96، خليه يثبت لنا على اسمه رامي. خليه يثبت. احنا هنعرض دلوقتي الصور كلها دلوقتي وهنسترجع مع حضرتك دلوقتي يعني كل الاسماء اللي طلعت من تحت ايد كابتن جمال السيد. بس عايز اتكلم بقى عن 2005 و2006 اللي حضرتك مسؤول عنهم. تمام. قول لنا الاجهزه الفنيه بقى ال 2005 و2006. ال 2005 مسؤول عنهم طبعا انا كمدير فني، ومع الكابتن احمد سمير بيبو مسؤول عن الفريق، والكابتن محمد سعد الصغير مدرب عام، او كابتن بيبو مدير فني، وانا على اساس انا مشرف فني او مدير فني. المسميات طبعا يعني بسيطه بالنسبه لنا، ولكن بالنسبه للقياده الفنيه لي انا شخصيا يعني. ال 2006 معايا احمد جمال مدير فني، ومعانا ايمن عبد السميع مدرب عام، ومدرب حراس مرمى الكابتن احمد فوزي. هم المدربين الكويسين على فكره، بشيد فيهم ان شاء الله هيبقى المستقبل كويس. اضافه السنه دي كابتن احمد فوزي اضافه جيده فعلا يعني، من الحاجات اللي عملها طبعا القطاع، ودي ميزه كويسه. ولكن عايز ارجع جزئيه صغيره اعرف الناس اهداف قطاع البراعم. قطاع البراعم الممول الرئيسي والاساسي لقطاع الناشئين في النادي الاهلي. ونيجي بعد كده نتكلم عن جزئيه الاستقطابات اللي بتحصل على مدار المواسم او على مدار الفرق او احلال وتجديد. ولكن بتبدا اهم حاجه عمليه الانتقاء او الاختيار، دي مهمة جدا جدا بالنسبة لنا. أصعب حاجة هي عملية أصعب حاجة بالظبط. دي بتبقى فيها جزء تالنت، موهبة بالنسبة للمدرب، عينه كويسة بيقدر يختار لعيبة زي الكابتن بدر رجب طبعا. كابتن بدر رجب أنا اتعلمت منه كتير شخصيا، اشتغلت معاه وحاجات كتير جدا بنفذها من شغله. في أول الحلقة عندنا تقرير عن الكابتن بدر رجب على فكرة بالمصطفى أبو الأشبال في العصر الحديث يعني. كان دي حقيقة كابتن مصطفى حسين أبو الأشبال في الستينات والسبعينات، انا مسمي الكابتن بدر ابو الاشبال في العصر الحديث. لا دي حقيقه، الكابتن بدر رجب قامه كبيره وقيمه كبيره، ومن الناس اللي اتعلمت منهم. كل الاجيال اللي حضرتك عرضتها والصور اللي اتعرضت دي كلها معظمهم شارك فيهم الكابتن بدر رجب في اختياراته، وانا كنت مساعد معاه. وقد ايه كانت مدرسه الكوره يعني بتغذي قطاع الناشئين بشكل جيد. نيجي برضو لاهدافها الرئيسيه. قبل ما نشوف الاهداف يا كابتن جمال، هنشوف دلوقتي تقرير مع مدربين البراعم بيتكلموا فيه عن الكابتن جمال السيد. We'll be right back.
كابتن جمال السيد اضافه كبيره جدا للنادي الاهلي، وراجل شغله كويس جدا وبنستفيد منه بشكل فني وشكل اداري على اعلى مستوى. راجل مركز دايما في شغله، حاجه جميله يعني، يعني شخصيه كويسه جدا. راجل بيسيب لنا مطلق الحريه في شغلنا وبيضيف لنا فنيات كويسه جدا، بجانب ان هو راجل اداري فاهم شغله كويس جدا. انا على الجانب الشخصي مبسوط جدا بوجود كابتن جمال السيد معانا، اضافه قويه جدا للنادي الاهلي. يعني 4 مباريات بفضل الله خدنا ال 12 بونت الحمد لله، ربنا كرمنا واحلى يعني عاملين ماتشات كويسه. يمكن المباراه اللي فاتت كانت مباراه مع الشمس خارج ملعبنا، ولعبنا برده لعبنا 3 مباريات بره ملعبنا، ولعبنا ماتش واحد مع طلائع الجيش جوه ملعبنا. بفضل الله خدنا الـ4 مباريات والحمد لله. يعني انا بشكر الاولاد على الاداء، بيشتغلوا كويس، بيسمعوا الكلام، مركزين، يعني الشغل كويس وواضح ان هم فاهمين في الملعب ومنظمين، وده اهم شيء عندنا في البراعم ان احنا نوصل لاعلى درجه من الاداء الفني في المباريات، ونوصل لدرجه من الاستيعاب المهاري والتكتيكي والخطط بشكل كويس جدا. فالولاد مستوعبين، وبشكر اللعيبه على جهدها، وبقول لهم اللي جاي افضل ان شاء الله، ويبقوا في المقدمه دايما على طول ان شاء الله. بقالي مع الفرقه حوالي 3 سنين، فالولاد انا يعني شغالين بسيستم معين، يعني شغالين من الستة وجول وسبعة وجول وثمانية وجول. يمكن انت بتضيف مركز على نفس السيستم ونفس النظام بتاعك، فما بياخدش منك وقت. يعني لو ما بيبقى في حد بيجي يشتغل على شغل جديد مع فرقه لسه بيعلمها ال11 والوقفه وفكر جديد، فبتاخد منه وقت. انما مع الولاد انا يعني بشكرهم، في استيعاب كويس جدا. يمكن انت كنت بتلعب بطريقه لعب معينه، فبتزود لعيب في كل مركز في كل سنه وفي كل مرحله بتحط لعيب زياده، فيعني ما خدتش وقت مني بشكل كويس. زي ما بقول لك كمان بالاضافه للكابتن جمال السيد، يعني بيزود لنا في الشغل حاجات كويسه جدا كمان فنيه، فبنقدر نستفيد منه وبنقدر نستفيد من الشغل الكويس ده، فالامور بتبقى ماشيه كويس بفضل الله. كل الفرقه ما شاء الله هايله ما شاء الله، مش عايز اذكر اسم حد، اللعيبه كلها على اعلى مستوى، اللعيبه كلها بتادي بشكل كويس، وبشكرهم وبقول لهم اللي جاي افضل ان شاء الله. الحمد لله احنا بدانا السنه دي كابتن جمال السيد مشرف على 2005 و2006، يعني قعدنا طبعا مع بعض في نهايه الموسم وحطينا السياسه اللي هنمشي عليها طول الموسم يعني، والراجل بصراحه يعني حاطط قواعد ماشيين عليها، يعني مريحانا نوعا ما يعني بالنسبه للعيبه، بالنسبه للماتشات، بالنسبه للتمارين، الماتشات الوديه، يعني عاملين حاجات جداول وعاملين نظام لكل شهر بشهره، فاحنا الحمد لله مرتاحين بيه. اي واحد بيتعب لازم يلاقي مجهوده من اللعيبه، يعني الحمد لله يعني احنا ما حاطين اللعيبه، أداءك في الملعب هو اللي هيحجز لك فرصة في الماتشات. تاني حاجة إن احنا برضو حطينا عشان ما نفاجئش في ماتش إن واحد عنده إنذار أو عنده لا، مرتبين الأولاد في حسب المراكز، يعني في المركز رقم 1، رقم 2، رقم 3، رقم 4، في أي وقت احنا محتاجين عايزين نعمل ماتش ضعيف بنقدر نحط المجموعة لعيبة، عايزين نعمل ماتش قوي بنقدر نحط مجموعة قوية. نفس الموضوع إن هو حطينا حاجة حلوة برضو، احنا كان السنين اللي فاتت اللي تعبانة موضوع الاختبارات، إن أنت برضو كل يوم بتلاقي جاي لك 3 4 5 6 ممكن بتوصل ل 10 ان هو عايزين نشوفهم، عايزين نبص عليهم كله. طبعا انت عارف ان امل ان هو يلعب في النادي الاهلي. النقطه دي احنا اتكلمنا فيها مع كابتن جمال، وهو بصراحه شال عننا هم كبير ان هو حدد بيبقى يوم كل اسبوعين بيجمع الولاد الجديده وبيبص عليهم، او انا ببص او كابتن ايمن، يعني بنقدر نحدد. ثالث حاجه النقطه الكبيره اللي انا برضو بشكره عليها، يعني وهو قاعد بقى هيكون قاعد في الاستوديو وزمانه بيضحك، حته التعامل مع ولاء الامور، يعني ما رسمنا السياسه خلاص، اللي عايز اي حاجه من اي ولي امر عايز حاجه بيروح لكابتن جمال، يعني حتى بيجي لي بيسال عن ابنه بقول له لا روح لكابتن جمال هو هيقول لك الموضوع. فالموضوع ده من ريحاني، لان انت عارف برضو في اوقات يعني الحمد لله احنا عندنا مجموعه اولياء امور كلهم محترمه، بس ممكن تصادف ان واحد بيروح يسمع منك كلمه ويروح يقول للكابتن الثاني كلمه ويروح لكابتن ايمن ويروح لكابتن جمال، فاحنا خلينا خلاص يعني زي ما بنقول المتحدث الرسمي للجهاز 2006 2005 هو كابتن جمال السيد، اي مشكله بيروح له، اي ابن بيلعب ليه ما بيلعبش ليه مش عارف ايه الحاجات دي كلها معاه. فطبعا دي من بدايه السنه وهو اتفقنا على الموضوع ده، فالحمد لله يعني احنا متفرغين للتمرين، متفرغين ان الولد يستفاد. انا بالنسبه لي وكابتن ايمن وكابتن جمال مش مهم مين يلعب، احنا بنلعب الماتشات يا كابتن فاروق الماتش شوطين تلت ساعه وتلت ساعه، يعني ما بنلحقش حتى، يعني الحكم كمان ممكن بيلعبها 15 دقيقه 16 دقيقه حسب النتيجه. اللي احنا يهمنا ان الولد يجي التمرين ويستفاد، فاحنا شغالين على اللي عنده ميزه بننميها له، واللي عنده عيب بنحاول نخلصه منها على اساس السنه الجايه طبعا لما هيخش الملعب الكبير مش هيبقى الموضوع كده. يعني بالنسبه له احنا دايما نقول لهم الموضوع هيبقى صعب، انت خلاص اخر سنه بالنسبه لك للبرام، السنه الجايه ركم الملعب اتفتح هيبقى الموضوع صعب والمنافسه صعب، فلازم تحجز لنفسك مكان من دلوقتي.
اكيد في علاقه محترمه ما بين الكابتن جمال السيد المدير الفني للبراعم ومدربين البراعم، وده ظهر في خلال التقرير اللي فات اتكلم فيه الكابتن احمد سمير والكابتن احمد جمال. اتفضل يا كابتن جمال، كنت بتكلم عن اهداف قطاع البراعم. طبعا يعني تكمله لكلام الساده المدربين، طبعا الكابتن احمد سمير والكابتن احمد جمال ومعهم طبعا المساعدين محمد سعد وايمن عبد السميع، من المدربين الكويسين جدا، الكفاءات العاليه في النادي بمنتهى الامانه. يعني حتى لما بنيجي انا شايف حتى اداره النادي ولجنه الكوره طبعا وكابتن فتحي مبروك كمدير قطاع، اختياراتهم للمدربين برضو بتتم على اسس معينه. مدرب لازم يبقى مؤهل فنيا، ملتزم سلوكيا، ملتزم في كل تصرفاته في الملعب، لان انت عليك العين وعليك الاسطوب النادي الاهلي حاجه كبيره بالنسبه للناس. نيجي بقى لاهداف قطاع البراعم. طبعا دي قدامنا بيستعرض لنا مخرجنا محمد بكروري لزياره الكابتن محمود خطيب في بدايه الموسم وتواجد لجنه الكوره كان وقتها، تمام دعم كويس بالظبط، ده قمه الدعم برده، كانت حاجه كويسه جدا بالنسبه لنا، وحضور طبعا الكابتن خطيب طبعا كرئيس نادي واعضاء لجنه الكوره كانت حاجه بتسعدنا. الناس برده يحسسنا ان قطاع الناشئين لا ليه قيمه كبيره، لان يعني كان نسبيا طبعا في السنوات السابقه مش عايز اتكلم يعني كان حصل بعض القصور، فدي اللي مأثره علينا الى وقتنا هذا، عاملين لنا مشكله حتى وبالتالي واصله للدرجه الاولى. السنه دي حسينا بدعم قوي جدا من لجنه الكوره والكابتن خطيب، واتمنى ان شاء الله باذن الله واعتقد انها هتستمر، لان عارفين قيمه القطاع كممول رئيس للفريق الاول. لما اجي بقى اتكلم عن اهداف قطاع البراعم، طبعا سؤال حضرتك في الاول ده مهم جدا. هدف قطاع البراعم ان انا بعمل لعيب جيد او ان انا صناعه لعيب جيد بالنسبه للفريق الاول، وفي نفس الوقت بحاول امشي في المنافسات والبطولات بشكل كويس، لان انا معايا جزء مهرجانات، ولكن ما اقدرش انا لازم الولد برده احفزه بس بدون ضغوطات، ان انت بتكسب هنا في النادي الاهلي، اسم النادي الاهلي قيمه كبيره، ما اقدرش اقول له انت بتلعب مهرجانات بس فور فن، ما ينفعش، هتبقى كلها يعني ايه انا بنزل فن بس واخد الجانب اللي هم ايه اللي بيتكلموا عليه في الجانب الاوروبي. ولكن احنا فعلا متميزين جدا في جزئيه البراعم. لو جيت بقى زي ما قلت هم الهدفين لازم امشي فيهم بخطين متوازيين، هدف ان انا بعمل لعيب للدرجه للقطاع الناشئين، لعيب جيد لقطاع الناشئين ومن ثم للفريق الاول، ثم بعد كده بمشي في خط المنافسات ان انا اخد بطولات برضو النادي الاهلي عشان دي بتحفز الولد. دي حاجه كويسه طبعا لحد اتكلم فيها، لكن ده ما بتبصش للوقت الحالي انك عايز تاخد بطوله وبس، لا ده انت بتدعم الفرق اللي داخل القطاع وليك نظره مستقبليه للفريق الاول. كان في خبر كنا بنتكلم عنه دلوقتي يا كابتن جمال، الانديه تعترض على موعد بطولات القطاعات للناشئين خاصه عندنا في النادي 2002، وكنا قلنا هنجيب الكابتن محمد حشيش المدير التنفيذي لمنطقه القاهره. معانا على التليفون دلوقتي الكابتن محمد حشيش. ازيك يا كابتن محمد؟ اهلا يا كابتن اسامه، ازيك؟ منور، ربنا يخليك. اخبارك يا كابتن؟ والله الحمد لله كله تمام. قول لنا بقى انت ايه الحكايه؟ مواليد 2002، انتهت البطوله بتاعتهم التصفيات الاولى في شهر 10، سمعنا ان في توقف لشهر واحد او شهر اثنين لما يستأنفوا تاني بطولة القطاعات. الاول بس بسلم على الكابتن جمال السيد. حبيبي يا كابتن حشيش. واقول له مبروك على الحاجات الجميله اللي انت عاملها في النادي الاهلي. عامل شغل معاك طبعا الكابتن تامر حفني، عامل شغل كويس. حبيبي يا كابتن، كتر خيرك يا كابتن، متشكر. وانا برضو كنت مع حضرتك في برنامج انا فاكره كويس قوي، وحضرتك اشدت بيا في الجزئيه دي وكنت سعيد جدا بيها، وقلت لي انت لازم ترجع النادي الاهلي. سبحان الله، انا بعديها بشهرين على طول فعلا كنت موجود في النادي الاهلي. حلو عليك دي حقيقه كابتن يعني محمد، يعني انا فخور بكلامك كابتن بمنتهى الامانه. يعني انا في اي مكان بتعمل شغل كويس، فمن باب اولى بيتك بقى النادي الاهلي يعني. طبعا حبيبي يا كابتن، ربنا يخليك كابتن محمد، متشكر يا كابتن. بالنسبه طبعا للمسابقه بتاعت 2002، يعني احنا طبعا كمنطقه القاهره كنا يعني حابين ان احنا بصراحه نبدا يعني قطاعات على طول عشان انديه السوبر عندنا. تمام. انما انت عارف القرار بيجي من اتحاد الكوره. وبعدين يعني احنا طبعا خلصنا بدري. وجانا ان احنا يعني قرار ان تتلعب القطاعات في شهر فبراير. طبعا احنا اعترضنا على التاخير ده، لان انت عارف السن ده بيبقى يعني في الغالبيه يا ثانويه عامه يا ثانيه ثانوي. طبعا. وعايزين نخلص بدري. انت عشان انت انك تنهي يا كابتن حشيش دي برضو مشكله، هتدخل على رمضان وامتحانات اخر السنه. طبعا طبعا. دي مشكله، لان انت عارف رمضان كمان السنه دي بدري اكتر. فالمشكله انت عارف ان هم احنا بنستنى لما نخلص المسابقه بتاعتنا ونستنى هم بيقولوا لنا هياخدوا كام من تعرف قطاع القاهره الكبرى على سبيل المثال. طبعا القاهره والجيزه والقليوبيه. فهم احنا بنستنى بيقولوا لنا احنا هناخد السنه دي من القاهره مثلا خمس ست فرق، من الجيزه ثلاثه، من القليوبيه اثنين على حسب.
فالمشكله انا اتكلمت معاهم في الاتحاد على اساس ان احنا نحاول نبدا بدري، فلان احنا خلصنا المسابقات بتاعتنا والجيزه خلصت للاسف الاليوبيلس عشان يترشح منها اثنين، هو ده اللي اخر الموضوع. يعني انا اتمنى كابتن محمد ان منطقه القاهره يعني تدوس في الموضوع ده شويه، ان الافضل ان احنا نبدا بدري شويه زي ما حضرتك قلت عشان رمضان وعشان ولاد ثانويه عامه وامتحانات اخر السنه، فاحنا محتاجين نبدرها شويه. واكيد انا عارف يعني كابتن حماده الشربيني والكابتن محمد حشيم منطقه القاهره بيبقى دايما ليهم دور في في في, في البطولات يعني. اكيد اكيد والله يا سامع، احنا طبعا بنحاول لو يعني على قد ما نقدر هنحاول نبدا بدري، وعلى بال ما نبدا بدري احنا بنفكر عشان ما يقعدوش كده يخلصوا المسابقه ويفضلوا قاعدين بدون ماتشات، فبنحاول نعمل يعني مسابقه ثانيه كده بين انديه السوبر يعني تنشيطيه لغايه ما نبدا ان شاء الله باذن الله القطاعات يعني. طيب تقول لنا بقى عن تعاون النادي الاهلي مع منطقه القاهره في عمليه تنظيم المهرجانات بتاعت مدرسه الكره والبراعم. والله طبعا النادي الاهلي دايما يعني قصد مشترك معانا في جميع الانشطه بتاعتنا، وبالذات مهرجانات طبعا البراعم، بيدينا طبعا ملاعب سواء ملاعب في القطاع او في الاكاديميه، وبيتلعب عليها طبعا ايام الجمعه والسبت المهرجانات بتاعتنا. دايما الاهلي ده انت عارف سباق في الموضوع ده، وطبعا احنا بنفخر ان النادي الاهلي ضمن انديه القاهره ودايما بيتعاون معانا يعني. تمام يا كابتن محمد. كابتن محمد حشيش المدير التنفيذي لمنطقه القاهره، شكرا جزيلا لك. شكرا كابتن محمد. كنا بنتكلم عن اهداف قطاع البرامج كابتن جمال واتكلمنا فيها. دلوقتي عايز اتكلم عن نقطه يعني مهمه جدا كان بيتكلم فيها كابتن احمد جمال عن اولياء الامور. دي هوصل لها هوصل لها يعني هتكلم بس كلمتين قبلها. اكمل الاهداف يا كابتن اسامه. بالظبط الجزئيه ان انا دلوقتي دخلت في قصه ان انا هدف قطاع البراعم، عرفنا اهداف قطاع البراعم بالنسبه للنادي الاهلي. نيجي بعد كده جزئيه ازاي اوصل للكفاءه دي عن طريق عمليه الاختيار الانتقاء، ثم نمره اثنين برنامج تدريبي فني جيد، وده الحمد لله عاملينه بشكل كويس ومدربين بينفذوه بشكل كويس لان عندي كفاءات تدريبيه. انا بحط برنامج تدريبي جنرال عام طبعا، ان انا دايما بنمي الجزء المهاري الاكثر في الجزئيه دي او في قطاع البراعم وبشتغل بيه كويس قوي والمدربين بينفذوه بشكل جيد. نيجي للجزء برده جزء مهم جدا، جوده الملاعب دي مهمه جدا بالنسبه لنا احنا كقطاع براعم او قطاع مدرسه كوره، لازم لان انت كل شغلك مهاري بيعتمد على التمرير، بيعتمد على الدريبلينج، بيعتمد على تغيير الاتجاهات، الحاجات اللي المراوغه، الحل الفردي اللي انت بتعلمه للولاد، الحاجات دي كلها محتاجه ملعب جيد. طالما الملعب جيد هيساعدني بشكل كويس جدا. نيجي برده نقطه مهمه جدا، التغذيه بالنسبه للاولاد. انا بتكلم جنرال عام، انت بتبني من تحت. بالظبط أيوة. يا كابتن اسامه زي ما حضرتك قلت انا باسس بعمل اساس، زي ما حضرتك بتعمل عماره عاليه لازم اعمل الاساس محترم، كل ما بعلى وعايز اعلى بيها يبقى اعمل الاساس جيد عشان ده هو اللي هيبقى اللي بعد كده المدربين اللي بعد مني ويستلموا في قطاع الناشئين يستلموا لعيبه كويسه. متاسس صح. متاسس صح. خلي بالك يا كابتن جمال، انا مؤمن ان اصعب مراحل التدريب هي التعامل مع مدرسه الكره والمراحل. بالظبط. دي جزئيه. ازاي اتعامل مع الولد نفسيا كمان؟ دي مهمه قوي. ازاي اوصل لدماغه وفكره في المرحله السنيه الصغيره دي؟ بالظبط. دي مهمه جدا. انا الحمد لله يعني وصلت الخبره وانا حاببها يعني حاببها. محتاجه صبر، صبر طويل. وشغل كبير جدا ومجهود عالي. انا شايف انا بقول لك حته نفسيا وانت واقف مع اللعيبه قبل التدريب وبتتكلم معاهم يعني لا دول زي ولادنا، دول لعيبه كويسين، يوسف فؤاد ومحمد شريف و اكملهم بعد كده، وشيبا. شيبا ده اخو اخو شهاب على فكره، لعيب كويس برده من اللعيبه كويسين. وياسين ومازن دول لعيبه كويسين كلهم في 2006، لعيبه متميزين يعني. دول اللي ظهروا على الشاشه طبعا، وفي غيرهم كتير طبعا، بس دول عشان ظهروا فقلت اسمائهم يعني. نيجي للجزئيه بقى، نكمل الجزئيه يا كابتن اسامه اللي حضرتك قلت لي عليها، اولياء الامور. اوقات ولي الامر بيبقى مش عارف، فانت لازم توعيه ما لك وما عليك. احنا الحمد لله بفضل ربنا بالتعاون طبعا مع كابتن فتحي مبروك بنعمل اجتماع لاولياء الامور في بدايه الموسم الاول ما بنستقر على القائمه الاولى والثانيه بتاعتنا وبنفهمه، لان الراجل ممكن يكون جاي مش عارف، ممكن عايز يتكلم في اي حاجه، فبنقول له انت مالك الاول ما ابنك دخل النادي الاهلي انت لك حقوق. حقوقك في ايه؟ حقوقك مثلا حسب لوائح النادي، بيتعمل بدل انتقال، لبس، تغذيه، كل الحاجات دي، والعداله في التمرين، ابنك يتمرن كويس، ده اللي ليك عند النادي، احنا بنهتم بيه ونعمله كويس جدا، بنعمله صغير كويس زي ابننا، ولو اي مساعده دراسيه بنقول لك كمان احنا ما فيش اي مشكله، ممكن نضغط على الولد، الولد ممكن يخاف مننا ويقلق مننا لو ضغطت عليه في الجانب الدراسي.
تعب والده، تعب اهله في البيت، تعب ولي امره، فممكن اضغط عليه في الجانب ده بعقاب، يعني عقاب على قده، مش عقاب كبير يعني، احرمه من تقسيمه مثلا. الحاجات دي بتاثر فيه جامد تخليه يلتزم. احنا عامل مساعد ليكم، ما عندناش اي مشكله، ولكن في حاجات اجزاء لازم تعرف ان انت مالكش كلام فيها خالص. ابنك بيتمرن مخاد في النادي الاهلي، اكسب كل سنه بتايد في النادي الاهلي، انما مالكش في قصه ان انت اختيارات اللعيبه، ماتشات وديه، ماتشات رسميه، يبقى انت عارف ما جيش اروح مثلا مع مدرب واتكلم في اي حاجه. العمليه لو بقت سايبه كده خلاص، ما فيش نظام، ما فيش رولز، ما فيش لوائح، الدنيا سايبه، اي حد يجي يتكلم معاك في اي حاجه. فانت خلاص قفلت وعملت رولز ولوائح بتشتغل بيها، ده كله بيتعاون مع الكابتن فتحي وعارف على علم بالاجتماع وكل حاجه. تمام. بالكلام ده، فبتيجي تبص تلاقي المشاكل، ما فيش مشاكل اصلا. انت فهمته، ممكن يكون هو داخل على النادي الاهلي فاكر ان انا ممكن ليا حق اتكلم، اقف مع المدرب اتكلم في اي حاجه. لا، انت عرفته انت ممكن امتى، وكل التعامل معايا انا شخصيا. يعني انا قلت لهم المدربين بيشتغلوا ويركزوا في الملعب كويس قوي على تطوير الاولاد وشغل البرنامج التدريب الفني اللي احنا بنعمله شهريا وبننظمه، وبتبدا بتشتغل عليه بشكل جيد. ده المدرب، فتلاقي المدرب متفرغ زي ما قال الكابتن احمد جمال، مفيش مشكله. اللعيبه دلوقتي الحمد لله، وفي نفس الوقت برضه يعني انا لما بقف شخصيا مع الاولاد دايما بحسهم ان انتوا مجموعه كبيره، مش كل المجموعه، مش هقدر اخد المجموعه كلها، ما في ماتشات بتلعب 6 وحارس 7 وحارس، لا يعني 8 و9 طول ما انت طالع لحد ما بتوصل ل 11 11. تمام. مجموعه كبيره، باخد مجموعه النهارده، بقول لهم ايه الرسول عليه الصلاه والسلام دايما بيقول: حب لاخيك ما تحب لنفسك. انت احساسك ان زميلك راح النهارده هتتمنى له خير، ربنا هيكرمك. برضه ده جانب، بكره تبقى انت موجود وهو بره. بالظبط، يعني بالظبط. فبقرب لهم العمليه. فالولاد حتى بي 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 بتحس ان هم راضيين كويس، يعني راضيين وحاسين ان انا ممكن الماتش جاي، وبعملها، ببقى صادق معاهم. انا كل ماتش بغير 4 5 عادي كويس. باخد مثلا في هيكل اساسي عندنا، مش هيكل اساسي ان دول فارقين عنهم كتير، لا، قصه ان انت دلوقتي في المباراه عايز برضو تكسب عمليه المنافسه، دول جاهزين اكتر في الوقت الحالي. تمام يا كابتن اسامه، تدخل بقى عنصر 2 بالظبط، ولو ما دخلتش انا ببص لها لقدام، وهديك امثله دلوقتي لما نوصل للصور اللي هي بتاعت الاجيال العظيمه اللي طلعت دي. 94 و95 و96 و92 و93، من اول 92 لحد 98، الاجيال دي كلها كانت مع كابتن بدر رجب، وانا كنت مساعد معاه. فعايز اقول لهم بشكل كبير في بالظبط يا كابتن اسامه، فزي ما حضرتك قلت في لعيبه انا شايفها جايه للملعب الكبير ممكن ما يلعبش معاه في الخماسي والسداسي دلوقتي، فبطمن ولي الامر ان ابنك هيبقى له دور مش ضروري دلوقتي، فما تستعجلش. اقول مشاركه؟ لا، احنا انا ما بقيمش بالمشاركه. لما اجي كابتن اسامه في نهايه الموسم واعمل سكاوتنج على اللعيبه ما بحطش نسبه المشاركه. ليه؟ لان نسبه المشاركه انا ممكن اشتغل بالمهاريين العاليين قوي في الوقت ده، مش هقدر اعمل كده لما اطلع 11. لازم تبقى عمليه توازن. صح، عمليه 11 بقى بالزبط. وانت بتقولها دلوقتي عندنا 2005 في البراعم. تمام. 2005 بدا السنه دي يلعب بالزبط. 11 بيلعب 11. بالظبط، هو براعم كان ليها شغل قبل كده عشان تبدا تحفظ. تمام. للسداسيات والسبعيات، صح كده؟ تمام يا كابتن اسامه، كلام محترم، لان انا طول ما انا طالع بيزيد لي لعيب من اول سن 9 سنين لحد ما بوصل سن 11، والسن اللي هو اللي معايا 2006 ده بيلعب 8 وجون او 8 وحارس مرمى، يعني 9 9. كل ما بتطلع الوظائف اللعيبه بتحفظه بشكل اكبر. السنه دي تقريبا بناخد تكتيك كامل، يعني بحط في البرنامج التدريبي بتاعي جزء تكتيك، ان كان تكتيك هجومي او تكتيك دفاعي، حسب الشغل اللي بيشتغلوا المدافعين او المهاجمين. اللعيب بياخد وظائف مركزه كلها، دي وظيفتي عشان اسهل اللي هيستلم فرقه الـ 2005 مني السنه الجايه 14 سنه، يبقى اللعيب بالظبط يا كابتن واخد جزء كبير جدا من التكتيك، والتكتيك مع وظيفه مركزه، بيلعب باك رايت بيشتغل كويس، لازم اشغله الجانب الدفاعي، شغله واحد ضد واحد ازاي، ما حدش يعديه، ازاي يقفل الملعب، ازاي التغطيه العكسيه، الحاجات كلها طبعا حضرتك عارفها، بس احنا بناخدها بتفصيل شويه. بمعنى لما باجي اشتغل جانب دفاعي لازم بحط له جزء مراقبه، الماركينج ازاي يراقب، ازاي يقف، والمراقبه دي في ال 18 تبقى شكلها ايه، وبره ال 18 تبقى شكلها ايه. في 18 ما علشان كده بقول لك دايما مدرب البراعم ده عليه مهمه صعبه جدا. انت مش ده، انت بتقعد تحفظ طبعا مره واثنين وثلاثه، لما الولد يحفظ يعني واجبات مركزه وبتلاقي فيه اخطاء بتبدا تصحح تاني، فهي بالزبط. عمليه صعبه طبعا، عمليه وبجزأ يا كابتن اسامه زي ما حضرتك بتقول لي، بجزأ الشغل لازم اجزأه وبشتغل عليه مراحل. بمعنى انا لو جيت دلوقتي للجانب الدفاعي عايز اعلم المدافعين وقفه، ان كان سيرد باك او باك يمين او باك شمال، لازم بجزأ الجزء الدفاعي، بيبقى عندي مراقبه مثلا وعندي الضغط وعندي التغطيه، بشتغل كل جزء لوحده
وبشتغل الجزء ده لما باجي حتى للسردباكات اعلمه الوقفه ازاي ازاي يراقب جوه ال 18 لما بيخرج بره ال 18 الشكل ازاي ده جزء من المراقبه جزء هام انت لما بتدي له الشغل ده كله دكروري بمخرجنا منزل لك دلوقتي نفس الشغل اللي انت بتتكلم عليه وانت بتتكلم مع الاولاد بتصحح اخطائهم ممكن تقول بتكلمهم في نصايح فيعني حتى مخرجنا بنشكره محمد دكروري انه يعني مع الكلام تمام لا متابع جيد والله استاذ محمد طبعا بنشكره على اللقطه الجميله دي طبعا وبالمعاونه مع فاروق صلاح بصراحه اللي دايما معانا في القطاع احنا بنبقى مبسوطين بيه بحس ان القناه والاعلام الاهلاوي معانا مهمتنا بمنتهى الامانه نكون دايما يعني بنقدم للناس المواهب الموجوده في النادي الاهلي وفي مصر كلهم ان الناشئين بتوعنا دول هم امل النادي الاهلي دايما عايز اكلمك بقى عن محمد صلاح والحاله اللي عاملها مش يعني ده في كل قطاعات الناشئين في مصر محمد صلاح ما شاء الله دلوقتي عندنا ابننا برضو تريزيجيه رمضان صبحي ربنا يكرمه وفاءه يبدا يشارك برضو بصفه اساسيه يعني لما بتتكلموا مع الولاد اكيد بيبقى بيطرح اسم محمد صلاح يطرح اسم تريزيجيه النجوم الكبار دول من الحاجات طبعا اللي بتساعدنا احنا حتى في شغلنا ان انت بتدي للولد سقف عالي قوي حتى السقف العالي ممكن يكون الولد بالنسبه له يقول ده احلام ولكن لا ممكن تتحقق وحتى لو ما يعني لو ما اتحققتش على مستوى الاحتراف لا انا في النادي الاهلي اكبر نادي في مصر اسم كبير مجرد ان انا العب في الدرجه الاولى في النادي الاهلي برضه انجاز حاجه كبيره جدا بالنسبه للولد لو ربنا كرمه في احتراف خارجي تبقى حاجه كويسه لعيب يوصل لمحمد صلاح باخلاقياته بسلوكياته بالتزامه بالحاجات دي كلها اللي احنا بنديها له برضه العوامل النفسيه المهمه ازاي يوصل لها مش انت بتدريبك بس في الملعب تعليم جزء مهم جدا بره الملعب من سهر بتعلمه برضه تفهمه ان السهر ده عدو لعيب الكوره طول ما انت بتلعب رياضه لازم تبعد عن السهر ما تبقاش ان انت اسهر عادي ودلوقتي الولاد موضوع التاب والالعاب والبلاي ستيشن والحاجات دي بتاخد وقت كبير جدا منهم بتاخد وقت من تركيزهم بتعمل مشاكل فالحاجات دي كلها مهمه جدا ان انت تعلمها كراجل مشرف فني لقطاع البراعم ما بتبقاش عمليه تدريبيه بس عمليه تدريبيه فيها علم وفيها دراسه الحمد لله فيها بشكل كبير ده كلام جيد وبنشتغل في الكوره بشكل كويس قوي ولكن العوامل الخارجيه دي مهمه قوي زي ما اكلمك على التغذيه اكلمك عن جوده الملاعب اكلمك برضو عن تعاون ولي الامر ازاي ابقى سبورت ليه كويس بدون اي ضغوطات يعني برضو أو داعم زيه زي المدرب بالظبط داعم ما بقاش تركيزي كله ان انا ضاغط على الولد ان هو ما بيلعبش الكابتن ما خدوش الماتش ده انت مقصر وممكن يضايقه وهو مروح بشوف الحاجات دي اوقات بالصدفه وانا خارج فبتحصل ان احنا بتحصل توعيه دايما لولي الامر ولي الامر ده ضلع مهم جدا من اضلاع نجاح قصه البراعم او عمليه البراعم لازم يفهموا الكلام اللي انا بقوله عشان ما يبقاش دايما مستعجل باصص لدلوقتي لا احنا في لعيبه انا شايفها ممكن تيجي في 11 قدام شويه ممكن دلوقتي ما تاديليش المطلوب مني في الجزء المهاري ممكن ولكن اللي قدام شويه زي الانماط اللي كنت بتكلم عنها في ال 93 الجيل بتاع رامي ربيعه واحمد حسن كوكا ومحمد اشرف توفيق شايف محمد صلاح الصوره دي نفسي دي دايما تبقى يعني قدام عينين كل ناشئ في مصر تمام ازاي اوصل للقمه دي ازاي اوصل لحفل افضل لاعب في افريقيا منافس. افضل لاعب في العالم افضل لاعب في الدوري الانجليزي نفسي دايما تبقى دي الصوره قدام عينين كل ناشئ في مصر يا كابتن جمال لا دي طبعا ما فيش شك احنا دايما بنضرب برضو مثل بمحمد صلاح وبنضرب مثل برضو بلاعيبتنا الكبار في النادي الاهلي ابو تريكا وعماد متعب وسامح حسني ووائل جمعه الجيل برضو في جيل يعني محبوب جدا بالنسبه للاعيبتنا لان هم شافوهم قريبين منهم الجيل ده بصراحه عمل اسم كبير جدا ليهم وزود طبعا نادي الاهلي اسمه كبير دايما ولكن برضه زود من بطولات النادي الاهلي لازم الاجيال دي كلها بنحطها برضه حافز للولاد لان هم بيشوفوهم بشكل كبير فاتمنى ان شاء الله الفترات اللي جايه دي هيبان شغل البراعم او الشغل على قطاع الناشئين اعتقد من فرقه 2005 و2006 دول اقرب فرقتين اللي هم احنا الحمد لله بندعمهم بشكل كويس قوي بنشتغل فنيا معاهم بشكل جيد جدا يعني الحمد لله ماشيين برضو بخطوات كويسه بالنسبه لبطوله 2005 وادي تريزيجيه مننا اهوت زي ما انت بتقول لعيبه النادي الاهلي بالظبط فمعانا تريزيجيه شوفوه انا دايما ما شاء الله بخطه ثابته ويعني وحبيبني اللي عاجبني في تريزيجيه ان هو يعني مصر ان له هدف وعايز يوصل له بالظبط انا اعتقد تريزيجيه ولو ان انا شايف ان البزوغ بتاعه يعني تاخر قليلا اتمنى ما يتاخرش اكتر من كده فعلا تريزيجيه يستحق يلعب في الدوري الانجليزي يلعب في دوري دولات العالم بمنتهى الامانه يعني الدوري التركي مع كامل احترامي ليه تريزيجيه اكبر منه بكتير تريزيجيه عنده قدرات عاليه جدا احنا كفنيين عنده سرعه وعنده قوه وعنده الصفات الاراديه والشخصيه ودي مهمه جدا انا عايز اتكلم برضو عنها بالنسبه للعيبه النادي الاهلي لعيب النادي الاهلي لما اجي انا اقيمه مش اقيمه فنيا بس مش لما هجيبه ممكن اعمله عمليه انتقاء بالنسبه لي انا اختيار ان انا هبص للقوه وابص للسرعه
تمام، وابص للمهاره. ما دول الثلاث عناصر انا بختار بيهم شخصيا بقى تحت الضغوط. برافو عليك. الشخصيه، شخصيه لاعبي النادي الاهلي والصفات الاراديه دي حط تحتيها 300 خط. تمام، انا اتفق معاك في 300 خط. انا اتفق بغض النظر، انا يعني بعيدا، انا بتكلم بصفه عامه جنرال. دي مهمه جدا. حتى انا لما اجي انتقي اللعيب واعمل استقطاب لبعض اللاعبين، ده بتكلم على مستوى مراحل الناشئين طبعا. الدرجه الاولى ده موضوع ثاني. حتى انا لما اجي اقيم وعايز اجيب لعيب مثلا 17 سنه 16 سنه 15 سنه، انا وجهه نظري الشخصيه اقيمه، اولا هقيمه فنيا، دي عينيا سهله جدا بالنسبه لاي حد او اي شخص. ليه؟ انا هقيمه اجيبه ماتشين مثلا بره ملعبه وماتشين تاني جوه ملعبه، هتفرق معاه كتير. ليه؟ لان انت وانت بره ملعبك ممكن تختلف لو 500 واحد من الجمهور وعليك ظروف مختلفه. برافو عليك كابتن. ازاي حتى لو جيت انا اقيم مدافع، ازاي تصرفه في الكوره، ازاي التحاماته، ازاي عقليته والمنتاليتي بتاعته تشتغل عليها في السن الصغير. تمام، اجي اتفضل اكمل بس الجزئيه دي عشان دي نقطه مهمه جدا. الشخصيه اللي بتكلم عليها والصفات الاراديه بتبان في المدافع في التحاماته. لما باجي التحم مع لعيب عندي اصرار ان اجيب الكوره دي ولا ما عنديش. اللعيب لما بخش بقوتي شكلها ايه. دي اجل دي بالنسبه للصفات الاراديه. لو جيت للمهاجم الكره دي تتقطع منه بسهوله والموضوع عادي واقف ولا مؤثر حتى لما تتقطع ده انا ممكن ما يكونش حتى بغض النظر عن التكتيك بتاع المدرب ممكن في مدرب يقول لك مثلا الصفات الاراديه بقى عند اللاعب بالظبط دي بعيد عن التكتيك. التكتيك اللي بينجحه لي برده زي قصه جوارديولا لما كان بيعمل الضغط العالي، الكره لو اتقطعت مني هضغط في الجنب ده، ممكن اللاعب يعملها بالصفات الاراديه اللي عنده بعيدا عن التكتيك بتاع المدرب. مظبوط، ده اللي انا بتكلم فيه. لما اختار لعيب لازم اختار الشخصيه دي، شخصيه لعيب النادي الاهلي على مستوى حتى مراحل الناشئين. استقطاب لعيبه، بزود لعيبه حتى من بره النادي، وده وضع طبيعي. احنا بنعمل قطاع براعم، ولكن طول ما انت ماشي انت وضع طبيعي. هتلاقي لعيب مثلا مميز في نادي معين، ممكن ما فيش مشكله انا ازود النادي، ازود قطاع الناشئين عندي، ازود لعيبتي. بس دي انا عايز ياخدوا بالهم جدا جدا من قصه الشخصيه والصفات الاراديه دي، هتفرق معانا كتير قوي. ليه؟ عشان ده اللي هيروح الدرجه الاولى. حته التزوير والتسنين في المراحل السنيه دي، ان انا شايف لو ولد 2005 يعني مسنن لثلاث شهور او اربع شهور بيفرق طبعا. بتفرق سنه كامله بيفرق كتير. لعيب لو في اول السنه واحد اخر السنه حتى ظروفه كده واحد مواليد 1/1 مثلا 2005 تمام، واحد مواليد 1/12/2005 فرقت سنه، هو في نفس السنه ولكن يجي لعمليه التزوير برضه. نقطه مهمه بس انا عايز اكمل حته جزئيه الملعب واخش في الجزئيه دي يا كابتن اسامه. جزئيه الملعب من الحاجات المهمه جدا بالنسبه لي جوده الملعب، لان انا شغلي تقريبا 75% شغل مهاري. حتى لو عايز ادي لمحه قوه او جزء بدني بيبقى من خلال الكره. الكره طول ما هي ماشيه على الارض والدنيا كويسه بالنسبه لي، الولد بيجيد ويتطور مستواه. لو عندي مشاكل في ارضيه الملعب بتعمل لي اعاقه نسبيه، اعاقه شويه بتعمل لي مشكله. تمام، ملعب الاكاديميه محتاج السنه الجايه اعتقد، بس كابتن فتحي مبروك يعني وعدنا ان السنه الجايه ان شاء الله اكيد هيبقى له حل يعني. او الملعب برضو فوق بالنسبه لي معانا بالظبط. عشان ممكن نقول الاجيال برضو الاجيال المختلفه موجوده مع كابتن طبعا. يعني شوفوا تريزيجيه تاخر نمو، ده كان دي كانت 2006، تريزيجيه مواليد 94 يعني عنده 12 سنه 12 سنه تريزيجيه اللي هو تحتي على طول ده على مين؟ اول واحد بالظبط. الحارس المرمى ده الحارس الاساسي بتاع انبي دلوقتي البلعوطي، بلعوطي ده كان عندنا ده موجود بيلعب حاليا بيلعب اساسي تمام. اللي على الشمال هنا اول واحد بس كهربا بالظبط يا كابتن جمال، محمود كهربا محمود كهربا هنا ايوه محمود كهربا دي واضحه جدا بالظبط تمام. ده محمود كهربا اول واحد قاعد على الشمال تمام. في النص في لعيب لو ما عدتنيش من اول بلعوطي 1 2 3 4 ده شريف دابو اللي كان بيلعب في الاسيوطي السنه اللي فاتت مع الكابتن علي ماهر تمام، اللي هو الاسمراني ده. اللي على يمينه على طول ده محمود صبري برده كان بيلعب في انبي درجه اولى من سنتين، بس هو راح نادي تاني بس مش عارف يعني. انت بتتكلم برده في 4 5 لعيبه، ده انجاز لما يطلع لك 4 5 لعيبه بيلعبوا كلهم دوري ممتاز. ده الجهاز الفني طبعا اللي انا قلت طبعا ثلاثه كنا ماسكين من جيل 92 جيل 92 ده هبقى اقول لك برده مين لعيبه فيه لو جاب بعض الصور طبعا محمد ناصر النني اولهم، وفي احمد العش وفي له اي وائل، دول بيلعبوا دلوقتي. العش كان بيلعب في اسماعيل اعتقد لحد السنه اللي فاتت استعرضنا الاسماء ده جيل مواليد 93 ده جيل بالظبط 93. اول واحد من على اليمين احمد حسن كوكا، احمد حسن كوكا المحترف طبعا بتاعنا
تمام، اللي هم اللي اتشهروا، او في رامي ربيعه طبعا بس من الشمال، لو سبتني واحد اثنين ثلاثه ده رامي ربيعه. واقف من فوق واضح جدا بالظبط، اللي واقف بعد على طول. مزبوط. اول واحد اللي قاعد من اليمين محمد اشرف توفيق، ده روقه اللي هو بيلعب في انبي دلوقتي، كان السنه اللي فاتت الزمالك. تمام، اللي جنبيه ده عمار محسن بيلعب، ده محمد اشرف توفيق طبعا، الاستاذ محمد جابه لنا النادي الاهلي بس. طلعت مصر كلها، ما هي دي سياسه النادي الاهلي يا كابتن اسامه. احنا بنتكلم النادي الاهلي مؤسسه قوميه. في الوقت دوت. ده برضو نفس جيل 93، كانت مباراه اعتقد في دوره نادي الصيد، كابتن ايمن باسيلو مدرب الحراس طبعا، وانا جنبيه. لاعب ده عمرو اشرف استمر في النادي الاهلي فتره طويله. احمد حسن كوكا اللي على يمين الكابتن بدر، رامي ربيعه. تمام، اللي قاعد برضه عمار محسن ومحمد اشرف توفيق رؤى. تمام، وباقي اللعيبه في سيد الشبراوي نمره 3 اللي قاعد ده ناحيه اللي قاعد من ناحيه اليمين. سيد الشبراوي اعتقد كان بيلعب بالظبط. سيد الشبراوي الباك رايت صح؟ سيد الشبراوي الباك رايت، محتاج الحرب دلوقتي. بالظبط بالظبط، اجيال طلعت اجيال مختلفه. انتوا اجيال مختلفه، غير بقى انا ما عنديش صور طبعا. جيل 97 كله كابتن اسامه، اللي هم مستمرين منهم دلوقتي رمضان صبحي طبعا، وكريم نيدفيد، واحمد رمضان بيكهام. دول اللي برزوا قوي من جيل 97، والباقي بيلعبوا مع الكابتن عادل برضه، لعيبه كويسين ممكن ان شاء الله يعملوا حاجه الفترات اللي جايه دي. ومعاهم الثلاثه كنا السن التحضيري الاول ما افتكرناها كابتن اسامه، الكلام ده في 2006. جبنا ثلاث لعيبه مع ال 97، بدانا السن التحضيري فكرته مع الكابتن بدر رجب. كان مين؟ احمد ياسر ريان اللي هو في الدرجه الاولى دلوقتي. واحمد حمدي وكريم يحيى. كريم يحيى دول الثلاثه، وكان اللعيب اسمه حسام حسن اعتقد راح. كريم يحيى الباك رايت صح؟ كريم يحيى الباك رايت وبيلعب سيرد باك. لا لعيب كويس قوي كريم يحيى. لعيب كويس، اعتقد لو خد فرصه ان شاء الله يبقى له شان يعني. اتمنى. هنستعرض مع حضرتك دلوقتي خريطه مباراه الاسبوع اللي جاي للقطاع. ان شاء الله هيكون عندنا يوم السبت 17/11 مواليد 2005 الاهلي والداخليه الساعه 10 الصبح باهلي مدينه نصر. عندنا مواليد 2003 بطوله الجمهوريه وادي دجله والاهلي الساعه 12:30 ملعب وادي دجله. يوم الاثنين 19/11 مواليد 2001 انبي والاهلي، مباراه من العيار الثقيل، بطوله الجمهوريه للناشئين هتكون الساعه 3 في ملعب انبي. عندنا الاهلي والمصري القاهري في دوري منطقه القاهره مواليد 2000 الساعة 2:45 دقيقة. يوم الخميس 22/11 مواليد 99 انبي والاهلي، بطولة الجمهورية للشباب برضه مباراة من العيار الثقيل الساعة 3 عصرا تقام على ملعب نادي انبي. الجمعة 23/11 مواليد 2004 دوري منطقة القاهرة السكة الحديد والاهلي الساعة 9:30 ملعب السكة الحديد. مواليد 2001 الاهلي وطلائع الجيش بطولة الجمهورية للناشئين الساعة 3 في ملعب اهلي مدينة نصر. شرفتنا ونورتنا يا كابتن جمال. حبيبي يا كابتن اسامه، بشكرك طبعا على اللقاء الجميل ده، واتمنى ان احنا يعني نبقى داعم جيد لقطاع الناشئين النادي الاهلي بالنسبه لقطاع مدرسه الكوره وقطاع البراعم، وان شاء الله نطلع لعيبه كويسين بالنسبه للنادي الاهلي ان شاء الله. اكتر من 100 سنه يا اهلي كوره، اكتر من 100 سنه، شوف كام بطوله. دايما يا اهلي وراك انا كعب داير زي نسر الاهلي طاير، على الحلوه والمره دايما يا اهلي معاك. اشوفكم الاسبوع اللي جاي مع الأشباب.